نجمتنا وضيفتنا طبعا من طفولتها، وهي فنانه موهوبه جدا وفرضت نفسها في الوقت المناسب الحقيقه. درست اعلام وبعد كده حولت لمعهد الفنون المسرحيه وبدات على المسرح، ومن المسرح للدراما ومن الدراما للغنى، وعلى السوشيال ميديا قلبت الدنيا. هي دايما كده هدف للشائعات، واخرها اخر اشاعه انها بطلت شغل يا عيني بعد الجواز، وطبعا ده مش صحيح. وعن رحلتها وبدايتها ومشاريعها اللي جايه ان شاء الله هنتكلم مع ضيفتنا الجميله هند عبد الحليم اللي منورانا في استوديو ستات معرفوش يكذبوا. ازيك يا هند؟ ده ايه التقديم القمر ده؟ ده اقل حاجه والله العظيم. قمرات والله، تقديم قمر لنجمه قمر. منورانا يا هند والله. انا مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده والله بجد، ميرسي. هند انت يعني الحقيقه تالقتي ما شاء الله سريعا رغم صغر سنك، بس ده خلاكي في مرمى النيران، في مرمى الاشاعات طول الوقت اشاعات. ايه هي الاشاعات اللي طلعت عليكي من ساعه بدايه نجوميتك لحد النهارده، ورديتي عليها ازاي؟ ولا طنشتي ولا عملتي؟ لا، في حاجات اضطريت ان انا ارد عليها، وفي حاجات طبعا طنشت. زي ايه؟ يعني ايه الاشاعات اللي طلعت عليكي؟ زي اخر اشاعه مثلا اللي هي فعلا ان انا اتجوزت فقعدت ما بقتش بشتغل. مع انه وش حلو عليكي يعني كريم ما شاء الله شغل، يعني ما شاء الله كتير جدا يا هند. رديتي ازاي بقى؟ عملتي ولا اي حاجه؟ لقيت ان الشغل قل فعلا، وان ما بقاش بيجي لي فرص زي الاول خالص. فلقيت انه لا، انا لازم، جالي من حد معين قال لي هند انت لازم تنزلي على السوشيال ميديا تقولي ان ده مش حقيقي خالص، لان الكلام متداول في الميديا وفي الشغل ان انت ما بقيتيش تشتغل. ايه تاني من الاشاعات اللي اثرت فيكي نفسيا خصوصا في بداياتك؟ كان في مشكله كده حصلت في مسلسل برضو قبل كده، وكانت مع الدكتور اشرف زكي والاب الروحي طبعا، وطبعا نقيب الممثلين طبعا. من حقيقي طبعا. طبعا من حقيقي جدا جدا جدا، ده ابونا الروحي. كانت مشكله كده طلعت انه في مشاكل تظبيط مواعيد في مسلسل ومش عارفه ايه، ونزل ساعتها ان هند عبد الحليم تتحول للتحقيق وبوظ الاوردرات بقى وان مش عارفه ايه. وقبل كده طلع عليا اشاعه ان انا بتاعت مشاكل في اللوكيشن. على يدي على يدي معروف. ان انا بتاعت مشاكل وكده. أيوة. فطبعا الحاجات دي تضايق يعني. يا جماعه ده احنا معانا طفله جميله، مشاكل ايه؟ يعني جواز ايه؟ تلحقي تعملي الوجه البريء ده الجميل ده يتقال عليه بتاع مشاكل؟ حبيبتي والله. قبل ما نقفل ملف الاشاعات، تعالي بقى نقول الاشاعه اللي هي ممكن تكوني قلتي لا مش هرد عليها رغم ان هي كانت مضايقاكي، يعني ما انكرتيهاش ولا قلتي مش هعبر حاجه. اشاعه ما ردتش عليها؟ لا دلوقتي هو انا عامه اكيد اكيد انا حاليا انا بنسى كتير. بس اكيد في حاجات كتيره قوي طلعت في الارتباط بقى قبل الارتباط. يعني مثلا زي ما قالوا ان انا داخله الوسط بالواسطه. عشان بابا نجم كوره يعني طبعا. ما هو نجم كوره، فاكيد طبعا عامل لي بقى حاجات، فانا بقيت بشتغل عشان بابا. فطبعا دي من الحاجات اللي انا لما كنت بتسال كنت برد. بس انا ما طلعتش حاجه وما قلتش اي حاجه لان ما اديتش الموضوع اهتمام. طبعا احنا بنحيي النجم احمد عبد الحليم طبعًا. نجم نادي طبعًا. الزمالك حبيبي. حبيبي وحبيبنا حبيبي كلنا حبيبي والله حبيبنا كلنا بنمسي عليه طبعا، جاب لنا احلى ورده في الدنيا يا حبيبي. ربنا عندك سؤال انت يا هبه؟